بعض المواقع اللي بتنقل بعض التصريحات وبشكل غريب جدا، وتصريحات بتبقى مفبركه او مزيفه وما بتتعبش في انها ترجع لصاحب التصريح، خاصه وان كان صاحب التصريح هو عضو مجلس او عضوه مجلس اداره النادي الاهلي الدكتوره رانيا علواني، اللي نفت تماما الادلاء باي تصريحات وبتؤكد احترامها التام لقرارات مجلس اداره النادي الاهلي. واعتقد اي موقع تم نقل صوره عنه او اخبار مفبركه عن عضو مجلس اداره النادي الاهلي هو المفروض المعني بفكره اثبات ان الكلام ده مش صحيح، ويبحث عن مين اللي زيف القرارات دي او التصريحات دي، خاصه ان الدكتوره رانيا علواني معروفه بمدى وضوحها وصراحتها مع الجميع، واعتقد لا اكونت رسمي اي اكونت تاني مش رسمي اعتقد بينقل كلام مزيف، واعتقد لازم المواقع تاخد بالها من النقطه دي كويس جدا.